بطبيعة الحال اليوم المدير العام للأموطنية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأموطني تحتفي بنخبة من أبنائها المتميزين على المستوى البكالوريا. هاد الأبناء منهم أبناء وكذلك أيتام اللي حصلوا على نتائج متميزة على مستوى البكالوريا. والمديرية العامة الأموطنية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأموطني كتنظم اليوم هذا الحفل ديال التمييز والمثيل ديالو على مستوى جميع الولايات ديال المملكة. اليوم بمدينة الرباط اللي كان يتم احتفاء بها المتميز 31 متميز، فالمديرية العامة الأموطنية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي العمل الوطني صنفات الفائزين إلى ثلاث أنواع. هناك الطلبة المتميزين على المستوى الأدبي، الطلبة المتميزين على المستوى العلمي، وكذلك الطلبة المتميزين في المستوى التقني. إذا مجموعة من الجوائز، مجموعة من الهدايا اللي خصتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للموظف الوطني لها الطلبة تكريما لهم، لأنهم شرفوا أسرهم، شرفوا أنفسهم، وشرفوا البلد ديالهم بحصولهم على نتائج متميزة. سيكون لهم مستقبل وسيستمرون في هذا المردود. اليوم انا متواجد لهاد الحفل وعجبني بزاف، وكان كلشي مزيان الحمد لله، وكنشكر والديا، يعني بلا بهم راه ما كنت غندير والو، والحمد لله وشكرا لكم على هاد الحفل الراقي. شكرا. كنشكر الاداره، زعما بلا بهم ما كاينش الامل. الاداره العامه شكرا لك بزاف، راه بلا بك زعما ما كاينش الامل في هاد البلاد، وحنايا زعما راه كنحسوا بالسلم بالتواجد ديالهم. شكرا لك. هو شعور يعني صعيب باش نعبر عليه، هو شعور غالي جدا، وفي نفس الوقت هذه فرصه باش نشكر الاداره اللي كنتمي ليها وكنفتخر بالانتماء ديالي ليها، وعلى راسهم المدير العام اللي هذه المبادره شنقول لك جد طيبه بزاف، تنشكروه بزاف، كنشكروا كل ما صار على هذه المبادره وشكرا. سميت مروان البحراوي، حائز على بكالوريا ميزه حسن جدا. اليوم جيت لهذا الحفل كعضو من اسره الامن الوطني، وهذا الحفل عجبني بزاف شخصيا لانه تزرع واحد هبوب الامل والتحفيز على الخدمة والمتابرة. وتنشكر من هذا المنبر مدير مؤسس محمد السادس، وتنشكر حتى الأطر في الأمن الوطني اللي خدموا باش نديروا لنا بحال هذا الحفل التتويج، وشكرا بزاف. اسم ديالي أحمد بوطويل، طالب في السنة الثانية بكالوريا. اليوم جينا للحفل انضمتوا لنا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة أبناء وأسرة رجال الأمن الوطني، وانضمتوا لنا ببغية الاحتفال بالتميز في نيل شهادة البكالوريا. وكنشكروا الكل اللي وقف وراء السير الجيد لهذه الحفلة. وغيتشوطوا اختارنا الأمن شحال غيتكثر ديال الشرميلو. حقيقة راه خصنا ماشي الامن ديال، راه كاين الامن الغذائي. واحد القضيه الحمد لله كنفتخروا برجال الامن ديالنا والاداره العامه للامن الوطني ديالنا، لان حنا كنصدروا الامن لبرا، ماشي غير فوسفات، كنصدروا حتى الامن ومعترف به. جد سعيد وانا كنشارك في هذا الحفل ديال التمييز ديال وليدات الامن الوطني بمناسبه عيد العرش المجيد. والحمد لله كما لاحظتي كان واحد الارتجال اللي جا عفوي نظرا للقيمه ديال الحضور والمتواجدين وهذا، فكنشكر الاداره العامه للامن الوطني اللي تحت لي هذه الفرصه باش نشوف رجال الامن ونلعب واحد اريحيه وواحد الحمد لله واحد الحس ابداعي. كما لقينا